عاوز له 50 بقرة لوحده. احنا بنتكلم على كيلو لحمة سعره تاريخي تاريخي، فيه هستيريا في اللحمة. انا عرفت، انا مش عارف يا جدي، انا عارف عادي، انا بصراحة جعان وعايز اتعشى. هتعشى فول بقوطة؟ فول بقوطة. ومحدش فيهم ياكل معايا؟ محدش هياكل معايا. اتفضل يا جدي. لحد دلوقتي مش ناوي اصعد الموضوع، في 3 كيلو لحمة سرقوا من التعيين، اللي مد ايده خدهم يقول عشان اليوم ده عدى على خير. اللحمة دي لحمة براني، مش بعيد كل لحمة حمير. اتأكد بنفسك يا دكتور. الله مالي ازاي ما انتوا مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ انا راجل مليان وفاء، مليان اخلاص وتضحية وغلبة اسري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء. ان شاء الله ما حد اتعزم ولا حد طفح. هجيب ده كله منين؟ هجيب لي ده كله منين؟ انا هجيب ده كله منين؟ هديك الصحة ويخليك منين؟ هجيب انا كله.